الذين هاجموا القصر الرئاسي في تعز، ما المغزى الذي يمكن أن ينطلق على أساسه هؤلاء لمهاجمة القصر الرئاسي والرئيس علي عبد الله صالح ليس موجودا في اليمن بأكمله؟ لكي نكون في الصورة، وكذلك المشاهدون، الوضع في تعز هناك حالة حرب، هناك ما يشبه حالة حرب حقيقية. الحرس الجمهوري يتواجد بكثافة ويستخدم الدبابات لقمع المعتصمين في ساحة الحرية وساحة النصر. سيرد المسلحون بمهاجمة بعض المرافق ومن ضمنها القصر الرئاسي. هذا تعبير عن حالة من الرد. المسلحون الذين أعلنوا انضمامهم للثورة يقومون بالرد على الهجمات التي يتلقاها شباب الثورة في ساحة الحرية وساحة النصر، وبالتالي هناك نوع من المعارك. طوال الليل كان إطلاق النار هادئا، لكن منذ الصباح هناك معارك كر وفر بين هؤلاء المسلحين وبين القوات الموالية لصالح. من المتوقع أن تستمر هذه الاشتباكات خلال الساعات القادمة وبالذات ساعات الليل، حيث يهاجم هؤلاء المسلحون ردا على الاعتداءات، يهاجم بعض الأماكن التي يتواجد فيها قوات الحرس الجمهوري. اما بالنسبه لقوات القوات الامن المركزي فقد اخلت المدينه واخلت المرافق الحكوميه وجعلتها عرضه للسلب والنهب منذ امس، وقد قام شباب الثوره بتشكيل لجان شعبيه لحمايه الاحياء، لكنهم كانوا يعتقدون بان من حقهم اليوم ان يفرحوا بمغادره صالح البلاد، وبالتالي حاولوا ان يخرجوا في مسيرات ومظاهرات متوقعين بان القوات قوات صالح اصبحت في مشارف النهايه ولن تعاود مهاجمتهم، لكن ما حدث عكس ذلك، وبالتالي يتوقع شباب الثوره ان المعركه لا تزال طويله، وبالتالي هناك الوقت الكثير من الوقت الذي ينتظر نضالاتهم من اجل تحقيق اهدافهم والوصول الى الغايات التي بداوها منذ اربعه اشهر في هذه الثوره. حمدي، هل هو معلوم بالنسبة للناس في تعز موقع تمركز قيادة الحرس الجمهوري في هذه المدينة والتي تعطي الأوامر بقمع المتظاهرين بهذه الصورة، هل هم في القصر الرئاسي في تعز؟ لا، قوات الحرس الجمهوري عبارة عن اللواء متكامل، اسمه اللواء 22، ويتواجد في منطقة في إطار المدينة اسمها الحوبان، ومن هناك تبدو القوات تنطلق من هناك القوات إلى أنحاء متفرقة في المدينة. القصر الرئاسي هذه القوات تحدثه بكثافة شديدة، هناك أعداد هائلة من أفراد الحرس الجمهوري تحيط بالقصر الرئاسي. في كل الأحوال هذا اللواء لا يزال يمتلك الكثير من أوراق القوة إذا ما قارناه بالمسلحين. في الحقيقة هناك مسألة أيضا تتعلق بالجانب النفسي العسكري، عندما استعاد المسلحون وشباب الثورة ساحة الحرية شعرت قوات الحرس الجمهوري بأنها تلقت هزيمة وصفعة كبيرة، وبالتالي اليوم تقوم بالرد بمحاولة قصف هذه الساحة وحتى لا تظهر أمام المواطنين بأنها تتراجع وبالتالي تفشل في مواجهة هؤلاء الشباب وهؤلاء المسلحون. إذن هناك جوانب كثيرة، كذلك تريد هذه القوات قوات الحرس الجمهوري أن تقول للشارع هنا بأن مغادرة الرئيس صالح إلى السعودية لا تعني شيئا، لا يعني أن النظام قد سقط، مع أن الشباب الثورة اليوم هذا يدل بأنه من يشخصنون الواقع، وقد اتخذ مجلس النواب عدة قرارات في الفترات الماضية فلن يغيب رئيس المجلس. هو أيضا شكك في عودة الرئيس علي عبد الله صالح. سيد طارق، الرئيس علي عبد الله صالح بصحة جيدة، وقد تحدث عبر التلفزيون للرأي العام المحلي والخارجي، وهي الزيارة هي لاستكمال الفحوصات وسيعود في أقرب فرصة ممكنة. المؤسسات الدستورية قائمة. المصلحة متماسكة، المؤتمر الشعبي العام كحزب قائم متماسك، بالتالي الأحلام والأوهام التي يعتقدها الإخوة في اللقاء المشترك بأن الدولة ستنهار هذه مجرد أحلام وأوهام. طب هل لديك أي معلومات أعود وأكرر، لأنه حتى الآن ليس هناك معلومات متوفرة بشكل كبير عن هذا اللقاء الذي ضم السفير الأمريكي بنائب الرئيس، رغم ما قاله نائب الرئيس بأنه لم يطلب، يعني لم يناقش معه عملية نقل السلطة، ولكن هل لديك معلومات إضافية عن هذا اللقاء؟
نعم نعم، وما ورد على لسان مراسلكم بأنه تم الحديث عن نقل السلطة، هذا ليس له أي أساس من الصحة. السفير الأمريكي جدد إدانة الولايات المتحدة الأمريكية للعدوان الذي استهدف جامع النهدين أثناء أداء رئيس الجمهورية وكبار قيادة. الدولة اللي صلاة الجمعة، وأيضا تمنى بالشفاء العاجل للجرحى، وكان هناك مناقشة لمجلس التعاون فيما يتعلق بتأمين الخدمات الأساسية كالنفط والغاز والكهرباء، نعم. بالإضافة إلى ما يتعلق بالضغط من قبل السفير الأمريكي على بقية الأطراف منهم أولاد الأحمر بأن يلتزموا بالهجنة وأن يستكملوا إخلاء المؤسسات التي قاموا باحتلالها. بالتالي الأمر الآن يعني هناك من يحاول أن يظهر بأن اليمن الآن تعيش حالة فراغ وأن الدولة طب ولكن السؤال الذي يطرحه الجميع الآن أيضا، ما هي المرحلة المقبلة؟ يعني الآن الرئيس صالح يتلقى العلاج في المملكة العربية السعودية، هناك اشتباكات على الأراضي رغم طلبكم من يعني شيوخ الأحمر بأن يلتزموا بوقف إطلاق النار، ولكن هل ألا تخشون من أن يكون هناك نزاع على الأرض على السلطة؟ أيضا ما وضع المتظاهرين المعتصمين الموجودون في الشارع الآن؟ هل تفتحون حوارات أخرى مع المعارضة ربما أو مع دول مجلس التعاون لعودة خارطة الطريق إذا صح التعبير وتوقيع على المبادرة الخليجية؟ أولا الرئيس سيعود بعد أيام قليلة ويمارس عمله كرئيس منتخب من قبل الشعب، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية فيما يتعلق بالساحات، هناك الآن بوادر ظهرت، ما يحدث الآن هو القبض على طبعا عندما كانت الثورة في بدايتها في اليمن الكل كان يعتبر بأنها ثورة سلمية، و يعني هناك الكثير من الوقت فعلا لم يكن هناك اشتباكات أو لم يتم التعامل في الشارع على هذا النحو، برأيك ما الذي غير هذا الأمر؟ ما هي النقطة التي غيرت؟